ما لهم شرعية شعبية ابدا، ولا نعترف بمجلس النواب المزور، لن نعترف بمجلسكم المزور. يدعمون سبب نزولك للشارع انا موجودة في المجلس، كان في اجتماع للجنة الصحة والبيئة وحضرناه من اجل مطالب نقابة الممرضين، وخلصنا من الاجتماع، طلعنا شفنا الاعتصام، فحبينا نشوف شو القصة، يعني شو اللي صاير. نقدم شوي، ممكن نقدم شوي. دكتور معلش دكتور. مين هذا الأخ اللي بيحكي؟ دكتورة. ليش بتحكي؟ لأنك قلتي بدك تنسحبي ورجعتي بطلت على الانسحاب. لأنك لما شفتي المميزات، خليه يحكي. المميزات وشفتي الوجاهة. بقول لك ايش؟ اسمعني. انا نمره مش معنى نواب، اذا هم باقيين الشرعيه مش مهم. اسمعني نواب مزورين، حفلات مزوره من الامارات. اسمعني يكفي. النظام الشرعي ما بيفرقش مسار، احنا بالنظام.